لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فالكتاب الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى بحل ألفاظه هو كتاب الصراط المستقيم للإمام العظيم شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الهروي رحمه الله تعالى، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الزمان لبيان أمور العقائد. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم. الصراط معناه الطريق، الصراط المستقيم معناه الطريق القويم، الطريق الحق الذي لا اعوجاج فيه، الذي يوصل إلى رضا الله تعالى، الموصل إلى الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله معناه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، هذا معنى التقوى. التقوى عبارة عن أمرين: أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ولتنظر نفس ما قدمت لغد معناه لينظر كل إنسان مكلف ما الذي قدمه لآخرته. لغد المراد به الآخرة، ليتفكر في أعماله التي يعملها في هذه الدنيا إلى ماذا تؤدي في الآخرة، هل تؤدي إلى فلاحه أو تؤدي إلى هلاكه. وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: اليوم العمل وغدا الحساب. اليوم المقصود به الدنيا، اليوم في هذه الدنيا وقت العمل، وقت أداء ما أمر الله بأدائه، وقت أداء الطاعة واجتناب المعصية، والثواب أو العقاب على فعل العبد يكون غدا أي في الآخرة. رواه البخاري في كتاب الرقاق. كتاب الرقاق هذا جزء من كتاب صحيح للبخاري، كتاب صحيح البخاري فيه جزء يسمى كتاب الرقاق. أعظم حقوق الله على عباده. هذا بيان أعظم حق، أعظم فرض فرضه الله تعالى على العبيد. اعلم أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء. هذا أعظم فرض فرضه الله على العبيد، أن يوحدوه، أي أن يعتقدوا أنه لا إله إلا هو، لا يستحق أحد الألوهية إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك به شيئا، أي أن لا يعبد غيره سبحانه. لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد. لا ذنب يفوق ذنب الكفر بالله تعالى بكل أنواعه، والشرك نوع من أنواع الكفر. لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، يعني لأن الكفر هو أكبر بأنواعه، هو أكبر ذنب يقع فيه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات وهو على الكفر لا يغفر الله له ذنبه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على الإيمان وكان مرتكبا لذنوب دون الكفر، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ما يشاء من ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا مات على الإيمان كما قدمنا. وكذا لمن يشاء ممن مات على الإيمان.
وكذلك جميع أنواع الكفر لا يغفرها الله، لقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا. هذا وصف لحالهم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. هؤلاء إذا ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذا ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالشرط، الأمر الذي إذا وقع لا يغفر الله لهم، هو أن يموتوا وهم كفار. هذه الآية مع غيرها من الآي، كثير من الآي، تدل على أن من مات على الكفر لا يغفر الله له ذنبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني بشارته التي بشر بها مريم. هذا معنى وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني بشارته التي بشر الله بها مريم: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، وروح منه، أي روح صادرة منه تبارك وتعالى خلقا، روح مكرمة عنده مشرفة صادرة منه خلقا. ليس معنى وروح منه أي أن هذه الروح جزء من الله، لا. والجنة حق، أي أن الجنة الآن موجودة، يجب الإيمان بوجودها وهي حق. والنار حق، وأن النار الآن موجودة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مهما عمل من العمل، إذا مات على وفق هذه العقيدة فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة. وهنا يحتمل أن يكون معنى الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي لا بد أن يدخله الله الجنة ولو عذب قبل ذلك بالنار، لو مات مرتكبا للكبائر وعذب قبل ذلك بالنار. ويحتمل أن يكون معنى الحديث أن من داوم على قول هذه الكلمات فإن الله تبارك وتعالى يوفقه للعمل الصالح، فيموت على الحال المرضي عند الله فيدخله الجنة بلا عذاب. وهذا الرأي الثاني هو الذي كان يميل إليه شيخنا المصنف رحمه الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر معناه لا بأس، يعني معناه حسن أن يقول الإنسان كل يوم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. إذا قال هذا كل يوم فإنه يرجى أن يوفقه الله للعمل الصالح حتى يموت على حال التقوى. وفي حديث آخر: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. معناه إن الله حرم على النار، أي أن يخلد فيها خلودا أبديا، ليس معناه حرم أن يدخلها أحد قال لا إله إلا الله، لا. القرآن والحديث مملوءان بأن من المؤمنين من يعذب في النار على ذنوب فعلوها، ولكن معناه لا يخلد في النار. حرم على النار أي حرم أن يخلد فيها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي صادقا من قلبه، لا يقول ذلك
مراءة للمؤمنين، لا يقول ذلك كاذبا منافقا وفي قلبه بغض الإسلام وبغض النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقول ذلك صادقا من قلبه. رواه البخاري في كتابه الصحيح. ويجب قرن الإيمان برسالة محمد بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني في حديث البخاري السابق من قال لا إله إلا الله أي وقال محمد رسول الله، هذا لا بد منه في الشرع في كثير، في عدة نصوص شرعية يرد من قال لا إله إلا الله ويكون المقصود وقال محمد رسول الله لو لم يذكر، هذا شيء في اللغة العربية يقال له الاكتفاء، يذكر أحد الأمرين لأن ذكره يعرف منه أن الآخر معني، وهكذا الشهادة الأولى تذكر أحيانا ويعرف أن الأخرى أيضا مقصودة مرادة مطلوبة، وذلك كقول الله تعالى سرابيل أي قمصانا سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، ولم يذكر في القرآن البرد لأنه يعرف، وهنا أيضا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أي وقال إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب قرن الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار. لا يحصل النجاة من الخلود الأبدي في النار بأقل من ذلك، الكافر إذا أراد أن ينجو من الخلود الأبدي في النار لا بد أن ينطق، أن يؤمن بقلبه، أن يعتقد بمعنى الشهادتين وأن ينطق بهما. معنى الشهادتين، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أي من غير تفصيل واسع، أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي، هذا معنى أشهد، عندما تقول أشهد معناه أعتقد بقلبي جازما وأنطق بلساني، فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله معناه يعتقد بقلبه جازما مع النطق باللسان. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي، أذعن أي أسلم بما عرفت، تسليم النفس بالشيء الذي عرفته هو الإذعان، أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط، أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا أحد يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله، هذا معنى العبادة، أقصى درجات الخشوع والخضوع لا يجوز للإنسان أن يصرفها إلا إلى الله تبارك وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء معناه لا خالق إلا الله، لا أحد يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله، وإذا كان لا أحد يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله إذن لا يستحق أن يعبد أحد إلا الله، لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق، أما المخلوق فلا يستحق العبادة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن، ليس مرسلا إلى العرب فقط،
ليس مرسلا إلى الترك فقط، ليس مرسلا إلى الفرس فقط، ليس مرسلا إلى الحمر فقط، ليس مرسلا إلى الصوف فقط، ليس مرسلا إلى السود فقط، ليس مرسلا إلى البيض فقط، إنما هو مرسل إلى كل البشر وإلى كل الجن صلوات ربي وسلامه عليه. صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. أرسله الله تبارك وتعالى إلى الإنس والجن حتى يؤمنوا بما جاء به ويتبعوه، لأنه عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما يبلغهم عن الله، كل ما يقول لهم قال الله تعالى كذا، أمر الله بكذا، نهى عن كذا، فهو صادق فيه. والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى، مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تقول لا إله إلا الله معناه نفيت الإلهية عن كل ما سوى الله، وأثبتت الإلهية لله وحده، وأثبتت أقررت أن محمدا هو عبد الله ورسوله. هذا هو المقصود من الشهادتين، وهذا هو معنى الشهادتين الأصلي الذي من لم يحصله لا يكون مسلما. قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي من لم يجمع في الإيمان بين الإيمان بالله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا يستحق عذاب النار. فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية صريحة في بيان أن من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما ولا يكون في الآخرة ناجيا. لو قال أنا مؤمن بالله، فمن نازع في هذا الموضوع، من عارض، من قال كيف هذا، لماذا هذا، ليس هكذا، هذا معنى من نازع. فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. من نازع في هذا الموضوع لا يكون مؤمنا بالقرآن. الله تعالى يقول في القرآن من لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالرسول فهو خالد في نار جهنم. الذي يقول كيف هذا، لماذا، ليس هكذا، لا ينبغي هذا، لا يكون مؤمنا بكتاب الله. ومن لم يؤمن بكتاب الله فهو مكذب لله ولرسوله، لا يكون مسلما. وأجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير من دان بغير الإسلام. من دان أي من اتخذ دينا غير الإسلام، دان بكذا أي اتخذه دينا. أجمع فقهاء الإسلام بلا خلاف أن من اتخذ غير الإسلام دينا فهو عند الله ليس بمؤمن. وعلى تكفير من لم يكفره، وأن من لم يحكم عليه بالكفر هو أيضا ليس بمؤمن. أو شك أو توقف، أو شك، الذي لا يعتقد بالإسلام هل يكون مسلما أو لا يكون مسلما، هل يكون مؤمنا أو لا يكون مؤمنا، هل يكون ناجيا في الآخرة أو لا يكون ناجيا في الآخرة، الذي يشك في ذلك هو أيضا كافر. أو توقف كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر. توقف معناه لا يعطي حكما، يقول أنا لا أقول كافر ولا أقول غير كافر. كل هؤلاء بالإجماع ليسوا مؤمنين، لأنهم ما صدقوا بما جاء في القرآن. الله أخبرنا في القرآن أن من كان على هذه العقيدة من لم يؤمن بالله أو لم يؤمن بالرسول فإنه لا يكون عند الله مؤمنا ويكون في الآخرة من أهل النار. إذا لم يصدق ما جاء في القرآن لا يكون مؤمنا بالله ولا مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم باستيقان
أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو ما في معناهما ولو بغير اللغة العربية. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يصير مؤمنا مسلما حتى يجمع بين أمرين، الكافر لا يصير مؤمنا مسلما حتى يجمع بين أمرين: الاعتقاد بالقلب بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بذلك بلسانه. ولا يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بهذه الحروف، بل لو قال ما يعطي معنى الشهادتين، مثلا أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو لا إله إلا الرحمن، أبو القاسم نبي الله، محمد نبي الله، ما شابه ذلك، بل لو قال ما يعطي معناهما بغير اللغة العربية يكفي، لأنه يكون قد جمع بين الأمرين، بين الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان. إذا فعل ذلك صار مسلما، صار مؤمنا. بعد ذلك الأعمال الصالحة التي يعملها ترفعه عند الله، بعد ذلك الأعمال الصالحة التي يعملها ينال عليها الثواب من الله إذا عملها بالنية الخالصة. أما من غير الإيمان والإسلام فمهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة فإنه ليس له عند الله ذرة من الثواب. في الدنيا يطعمه الله ويسقيه، أما في الآخرة فليس له إلا النار. ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر. الكافر يكفي أن ينطق مرة بالشهادتين حتى يصير مسلما، أي مع التصديق بالقلب. ويبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة، لكن يبقى عليه أن ينطق بها في كل صلاة لأجل صحة الصلاة كما هو معروف. هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. كما لاحظتم كلامنا كان على من كان كافرا ثم أراد أن يسلم. وأما من نشأ على الإسلام، أي ولد من أب مسلم، ولد من والد مسلم، من كان أبوه مسلما أو كانت أمه مسلمة أو كان جده مسلما أو كانت جدته مسلمة وكان يعتقد الشهادتين، هذا الذي يكون له والد مسلم يحكم له بالإسلام، يقال عنه مسلم بالتبعية، بالتبعية لأبيه يكون مسلما، بالتبعية لأمه تجري عليه أحكام الإسلام، بالتبعية لجده، بالتبعية لجدته، بالتبعية يكون مسلما، أي تجرى عليه أحكام الإسلام. لو كان ابن شهر، لو كان ابن يوم، لو كان ابن سنة، لو كان ابن 3 سنين، هذا يقال عنه مسلم بالتبعية. فلا يشترط في حقه النطق بهما، بل هو مسلم لو لم ينطق. هذا من ولادته يحكم له بأحكام الإسلام، هذا لا يشترط حتى يحكم له بالإسلام أن ينطق، لأن أحكام الإسلام تجري عليه بالتبعية لوالده المسلم، والد يعني أم أو أب. وقال صلى الله عليه وسلم: ولذلك عندما يبلغ لا يجب أن ينطق بالشهادتين حتى يصير مسلما، هو مسلم محكوم له بالإسلام، إنما يجب عليه أن ينطق بالشهادتين في الصلاة لصحة الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا، أي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى. هذا يقال له حديث قدسي. في هذا الحديث القدسي أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بشيء
أحب إليه من الفرائض. إذن أحب الأعمال إلى الله الفرائض التي فرضها الله، هذا معنى الحديث. حديث قدسي رواه البخاري. نعم. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله. إذا كانت الفرائض أحب الأعمال إلى الله، أفضلها وأولها وأولاها وأعلاها هو الإيمان بالله ورسوله. واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي، ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله. وهذا سبق أن بيناه، لا يكفي أن يعتقد أنه لا إله إلا الله، لا بد أن يقرن ذلك باعتقاد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله بالإيمان به، والرسول بالإيمان به. فالمقصود بقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما، فإن تولوا إذا أعرضوا، إذا رفضوا ذلك، إذا جعلوه خلف ظهورهم، فإن الله لا يحب الكافرين. أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول لكفرهم، أي من تولى، من رفض الإيمان بالله وبالرسول فهو كافر لا يحبه الله. والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما كما ذكرنا. فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. الله قال لا يحب الكافرين. نعم. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن. نعم، الله قال لا يحب الكافرين ثم يقول هو الله يحبهم، هذا مكذب للقرآن، هذا لا يقيم للقرآن وزنا ولا يقيم لكلام الله تبارك وتعالى اعتبارا. فيقال له الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. نعم، الله تعالى خلق أشياء قبيحة لا يحبها، الله خلق الأفاعي، الله خلق القرود، الله خلق الشياطين، الله خلق الشر، هل يقال الله يحب ذلك كله لأنه خلقه؟ لا يقال ذلك، إنما الله تبارك وتعالى يحب الخير، يحب الأتقياء، هذا الذي يقال. الفرض ولا يحب الكافرين ولا يحب الكفر. الفرض على كل مكلف. نعم. واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره. المكلف هو البالغ العاقل الذي وصلته دعوة الإسلام، البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى. البلوغ للذكر يكون برؤية المني أو ببلوغ سن 15 قمرية، البلوغ للأنثى يكون برؤية المني أو دم الحيض أو بلوغ سن 15 قمرية. فإذا المكلف هو البالغ، إذا حصل مع الذكر أو الأنثى أي واحد من هذه يكون بلغ. فإذا المكلف هو البالغ العاقل الذي هو غير مجنون، الذي بلغته دعوة الإسلام، يعني سمع أصل الدعوة، فهم أنه لا إله إلا الله، وأن الله أرسل إنسانا اسمه محمد، قال يا ناس أنا رسول الله إليكم. إذا بلغه هذا المعنى فقد بلغه أصل الدعوة. الذي اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة يكون مكلفا. هذا المكلف إن لم يكن مسلما يجب عليه الدخول في الإسلام فورا، وإن كان مسلما يجب عليه الثبوت فيه. واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ
فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية. مرة واحدة إن كان كافرا يقولها للدخول في الإسلام، إن كان مسلما لا بد أن يقولها بعد البلوغ بنية الفرض عند المالكية، لأن المالكية لا يعتقدون التحيات واجبة مفروضة في الصلاة، إنما يقولون هي سنة. عندهم لو رفع الإنسان رأسه من السجود الأخير في الصلاة فجلس وقال السلام عليكم صحت صلاته، فلذلك يقولون يجب أن ينطق بالشهادتين ولو مرة واحدة بعد البلوغ في عمره. لأنهم لا يوجبون التحيات في الصلاة، إنما هم يعتبرونها سنة. نعم. وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. أما الشافعية والحنابلة يقولون لا بد من الشهادتين في كل صلاة حتى تصح الصلاة، وأما الحنفية فيقولون هي واجبة، ولكن إذا تركها الإنسان أثم عليه ذنب من غير أن تفسد صلاته. لا دين صحيح إلا الإسلام. نعم. الدين الحق عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يتخذ غير الإسلام دينا، من يتخذ دينا غير دين الإسلام في الآخرة لن يقبل منه، لا ينجيه. هذا الدين ليس هو دين، ليس دينا صحيحا عند الله مهما كان. وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وقال تعالى أيضا إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الوحيد المقبول عند الله هو دين الإسلام. فكل الأنبياء مسلمون، لأنهم كلهم كانوا على هذه العقيدة أنه لا إله إلا الله. فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي. موسوي نسبة إلى موسى، أي مسلم موحد على شريعة موسى. ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي، مؤمن موحد على شريعة عيسى. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي، أي هو مسلم مؤمن موحد على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه، لأنه قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإذا هذا هو الدين الوحيد الذي رضيه الله تعالى للعباد. ولا يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال، لأن معنى المسلم المسلم المستسلم لله، ولا يجوز أن يقال عن الله إنه مسلم مستسلم لغيره، لا يقال عن الله تبارك وتعالى إنه مسلم. بعض الجهال في الماضي قال ذلك، بعض غير المسلمين قال ذلك في الماضي وهو باطل. فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. قديما أي في زمن آدم عليه السلام وأولاده كان البشر كلهم على دين واحد هو الإسلام، ما كان كفوا بين البشر. وإنما حدث الشرك حتى قابيل عندما قتل هابيل كان على الإيمان، كلاهما كان مسلما، ما كان كفوا بين البشر. وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس، أي بعد موته عليه السلام، لأنه بعد آدم نبئ ولده شيث، ثم بعد شيث نبئ إدريس، بعدما مات إدريس عليه السلام بدأ ظهور الكفر بين الناس. فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. صار الكفر بعد موت إدريس يكثر بين البشر حتى صار البشر كلهم كفارا،
فكان أول مؤمن بعد تلك الحقبة في بين أولئك البشر هو سيدنا نوح، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه النبوة فدعاهم إلى الإيمان، فكان هو أول رسول أرسله الله إلى قوم كفار. وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك. كل الرسل الذين أرسلهم ربنا عز وجل بعد سيدنا نوح حذرهم من الشرك، والمقصود تحذير أممهم، المقصود من تحذيرهم تحذير أممهم، لأن الأنبياء لا يكفرون لا قبل النبوة ولا بعدها، إنما المقصود من تحذيرهم تحذير أممهم. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض. قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد أن رفع عيسى إلى السماء، المسلمون بعد مدة صاروا يتناقصون حتى لم يبقى بين الناس مختلطا بهم مسلم على وجه الأرض. آخر واحد كان على التوحيد مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنين، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام هو الموحد الوحيد على وجه الأرض، ثم نزل عليه الوحي فقام بالدعوة إلى الإسلام، قام بتجديد الدعوة إلى الإسلام لأنها دعوة كل الأنبياء قبله، لكن هو عليه الصلاة والسلام قام بتجديدها بدعوة الناس إليها من جديد، مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. الله تعالى أيده كما أيد كل الأنبياء بالمعجزات التي تدل على صدقه، لأن النبي لا بد من معجزة تدل على صدقه، وإلا كيف يفرق الناس بين الصادق والكذاب، بين مدعي النبوة بغير حق وبين مدعيها بحق؟ لا بد من معجزة يفرق الناس بها. فدخل البعض في الإسلام وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا. دخل البعض في الإسلام، آمن به قسم من الناس وقسم كفر، كحال الأنبياء الذين قبله من بعد نوح عليه السلام، من نوح فمن بعده. كفرقة من اليهود عبدت عزيرا، فأشركوا بذلك بعبادتهم لعزير، فازدادوا كفرا إلى كفرهم. نعم، اليهود أولا ما كانوا مشركين، لكن كفروا بإنكارهم نبوة عيسى عليه السلام، ثم حدث فيهم فرقة في وقت من الأوقات، حدث فيهم فرقة عبدت عزيرا، لأن عزيرا ألقى التوراة من حفظه عن ظهر قلب بعدما ضاعت نسخها، فقالوا كيف حفظ هذا، كيف ألقاها من حفظه، لا بد أنه ابن الله حتى فعل ذلك، فعبدوا عزيرا مع الله تعالى فأشركوا، فرقة منهم قسم منهم. وآمن به بعض أهل الكتاب. آمن به أي آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. أعيد، وآمن. وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة. كان أشهر علماء اليهود بالمدينة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور لا يعرفها إلا نبي، فأجابه عليه الصلاة والسلام فصدق وآمن وصار من خيار عباد الله، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأصحمة النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول اتباعا كاملا، ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات،
أوحى الله إليه بموته. النجاشي ملك الحبشة لما ذهب بعض الصحابة هاجروا إلى الحبشة سمع منهم الإسلام فآمن واستقام ومات على الصلاح، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة في اليوم نفسه، قال: اليوم مات أخوكم النجاشي وهو رجل صالح، فوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، ثم صلى عليه والمسلمون معه صلاة الغائب. فهذا النجاشي ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان قبل على النصرانية. ثم كان يرى على قبره في الليالي نور، وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله رضي الله عنه. وقبره إلى الآن معروف، مسلم الحبشة يزورونه، وبقربه قبور بعض الصحابة الذين دفنوا هناك، ماتوا في الحبشة عندما هاجروا إليها ودفنوا هناك. نعم. والمبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحده، الذي يجمع أمم الأنبياء كلها، كل أمم الأنبياء، كل المسلمين، المبدأ الذي يجمعهم كلهم هو عبادة الله وحده، كلهم يقولون لا إله إلا الله. لكن أمة موسى يقولون موسى نبي الله، أمة عيسى يقولون عيسى نبي الله، من اتبع نوحا يقول نوح نبي الله، ويجمعهم كلهم مبدأ واحد ما شذ عنه أحد منهم، وهو اعتقادهم أنه لا إله إلا الله وحده، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.